يرتفع ورحمن يا رحمن يا من فوق عرشها مرتفع يا قاضي الحاجات يا من بالسراير مطلع قال الفتى ابن حسين صدف اليوم زناهي افجزع قال الفتى ابن حسين صدف اليوم زناهي افجزع كيف كنت شصلي ولا تركته الا حنكع فرن حلقامه شبيه الخيزر انا اللي مرتفع الله لطيف الله في مركبه مخبي في المخبى مكانه ممتنع في مركبه مخبي في المخبى مكانه ممتنع ما يعرف الخارجات سوى فوق الوسايد مرتفع ما يعرف الخارجات سوى فوق الوسايد مرتفع إذا خرج ما تنظر إلا والعوالم تجتمع إذا خرج ما تنظر إلا والعوالم تجتمع قيام بالطاعة والخدمة وما قال أسمع إي 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 الله لطيف الله فقلت له بالله في كلمة واحدة لي تستمع أنا قلت له بالله في كلمة واحدة لي تستمع شبديل هذا الخد هذا الورد ذي فوق زرع شبديل هذا الخد هذا الورد ذي فوق زرع ترى سعبتك حرة عندك ذمتك لا تتسع ترى سعبتك حرة عندك ذمتك لا تتسع هذا يميني لك بعد الله من يخدع خدع هذا يميني لك بعد الله من يخدع خدع اهي 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 الله لا شافتك عيني تراني للنظر عملة على الوجه نقلبني على كيفك تصورني مثل ما شافت عيونك تراني للنظر عملة على الوجه نقلبني تراني للنظر عملة على الوجه نقلبني
وتبني زينه بصدرك تشوف الناس مفتونك تدلل يا بعد عمري ما دام العنق يقضبني تبني زينه بصدرك تشوف الناس مفتونك تدلل يا بعد عمري ما دام العنق يقضبني تدلل يا بعد عمري ما دام العنق يقضبني على كيفك تصورني ترجم خافي لحانك تعال اضرب على صدري تعال اسمع واضربني تبيني صوت او نغمة تترجم خافي لحانك تعال اضرب على صدري تعال اسمع واضربني تعال اضرب على صدري تعال اسمع واضربني على الوجه نقلبني على كيفك تصورني تراني للنظر عملة على الوجه